الأستاذة سحر عطية النائبة المحترمة في عضو في مجلس النواب، يعني بالتأكيد عملية تطوير قوانين التشريعات الاستثمار مهمة جدا في الفترة التي نعيشها الآن. هل تعتقدين أن كيان كصندوق مصر السيادي يحتاج إلى مزيد من إعطاء المرونة التشريعية في العمل، في التعاطي مع صناديق أخرى، في أخذ مبادرات مع الخارج مثلا، أم أن الموجود يكفي من قوانين وتشريعات؟ شكرا يا فندم. الأول قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك، يعني أحب طبعا أهني معالي رئيس الوزراء والدكتورة هالة طبعا بتنظيم اللقاء ده قبل الكوب بأسبوعين، فده إنجاز الحقيقة، يعني أكيد كان صعب جدا فبهنيكم عليه، وبالتالي إن شاء الله هيكون له فوائد كويسة. خليني أقول الأول إنه الأصول طبعا المصرية والأصول اللي موجودة في الدولة المصرية هي دي الثروة الحقيقية. والنهاردة لو كنا بنقول طبقا للمانديت أو يعني لتكليف صندوق السيادي بأعماله بأهدافه، فأنا النهاردة الحقيقة لما بتساءل هل المفروض يبقى فيه تشريعات أو حاجات زيادة ممكن الصندوق يعملها، أنا بيخبط في مخي على طول سؤالين: هو مين بيدير كل الأسيتس أو كل الأصول اللي موجودة في الدولة مع بعضها، لأن هي كلها مرتبطة بعضها ببعض. الصندوق بيدير بعض منها متهيألي، لكن النهاردة لو كلمت إن أنا عندي شركات، عندي مطارات، عندي مواني، عندي عقارات، عندي مناطق سياحية، عندي بنية أساسية، عندي شركة مصر الطيران، عندي حاجات كتير جدا، فالمفروض دي كلها بتتفاعل مع بعضها ويحصل بينها تنسيق. فالمفروض انه نفكر هو مين بيدير، وعشان ندير صح لازم يكون عندنا داتابيز او يكون عندي قائمه موجوده، وتكون القائمه دي مصنفه، يعني ايه الغير مستغل، ايه الغير مستغل خالص، وخصوصا هنلاقي الغير مستغل ده حاجات كتير زي الاصول الطبيعيه. عندنا الحاجات الأصول الطبيعية كتير جدا، الرمال بقى السوي، حاجات يعني الحدائق والجبال وكل الكلام ده الأصول الطبيعية، وعندنا حاجات بيساء استخدامها فدي لازم نلحقها وننقصها، ويمكن هي دي اللي هيكون لها الأولوية، وعندنا حاجات بتستخدم على استحياء، يعني بتستخدم بطريقة ممكن تبقى فاعلة أكتر وبتبقى مور إفيشنت. فهذا التصنيف لازم يكون موجود في الدولة. من خلال هذا التصنيف ومع طبعا تحديد هو مين من يملك ماذا، لانه الجهات اللي بتملك في الدوله كتيره جدا ومتنوعين، وكل واحد بيبقى له هدف او بيبقى له تارجت. طبعا الاستثمار موجود دائما، ولكن التنميه غير موجوده دائما، وانا بشوف ان الاصول دي زي ما هي مفيده انها بتحقق الاستدامه للاجيال القادمه، والاصول دي لازم نحافظ عليها، وزي ما بنشوف ان الاصول دي لازم تجيب لنا فلوس، بس الأصول دي كمان لازم تساعد التنمية اللي الدولة بتقوم بيها دلوقتي، سواء كان مدن جديدة أو سواء تطوير مدن قائمة، وشفنا examples ناجحة سواء على مستوى المنشأ أو المبنى أو سواء على مناطق. لما طورنا منطقة طبيعية زي عين الصيرة البحيرة مثلا، هيبتدي يحصل تنمية حواليها ومعها المتحف، فبنلاقي بنعمل كده هابس. الهابس دي هي دي اللي ممكن فعلا يحصل منها أرباح، ونرجع بقى لكلمة الاستراتيجيك أسيت، يعني فدي حاجة برضو الحقيقة مهمة جدا. أنا بس عايزة برضو أركز على نقطتين، إنه النهاردة موضوع الأند برودكت بتاعي اللي أنا عايزاه في هذه الأصول، إنه مش بس يكون عندي تصنيف لها ولكن أيضا يكون عندي لها خطة. فالنهاردة مثلا عندنا مربع الوزارات والعاصمة الإدارية الجديدة بتنشأ وهتنقل إليها هذه الوزارة، طيب هنعمل إيه النهاردة في هذا المربع؟ فمش لازم نستنى لما المربع يفضى وبعدين نبتدي نفكر ونبقى مستعجلين، يعني نفسنا تملي نعمل يبقى فيه ماستر بلانز، يبقى فيه خطط، وتكون مرتبطة أيضا هذه الخطط تكون مرتبطة بالأصول اللي حواليها. النهارده لو مسكت القاهره الخديويه كاصول، دي مرتبطه بمربع الوزارات، مرتبطه بالنيل، مرتبطه بحاجات كتير جدا. فهذا التنسيق الحقيقه يعني مهم وضروري، وانا شايفه ان هو يعني لازم يقوم بسرعه. ده يخليني اقول ان في نماذج ناجحه، حتى البعض المشاهير عندنا قصور وعندنا فيلات
وعندنا حاجات كتير بتملكها الدولة. نعم. وفي مناطق ومحافظات، أنا بحكم شغلي طبعا يعني بلف تقريبا محافظات كلها، وشفت بعض المناطق اللي تعتبر أصول يعني متميزة، ممكن حتى أديها حضراتكم قائمة بيها، والأصول دي غير مستغلة تماما، بل وإنها هنقدر نقول إن هي بتعاني طبعا من إنها هي بتمثل عبء، كمان بتمثل عبء سواء على الحكومة أو بتمثل عبء على المحافظات المختلفة أو بتمثل عبء على المحليات. فأنا النهاردة المفروض عشان أشيل هذا العبء أبتدي بقى أفكر أجيب المستثمر، والمستثمرين برضو درجات. نعم. طبقا للقطاعات. فضل. نعم. شكرا جدا أستاذة سهر عطية، عضو مجلس النواب.